لا يمكن أن توجد حياة على الأرض بلا هذا المركب الكيميائي الرائع، ألا وهو الماء. يدور الماء حول الأرض في دورة لا نهائية، ويحافظ على حياة سكانه على مدى ملايين السنين. لكن تغير المناخ يتسبب في اختلال التوازن في هذا النظام. أضف إلى ذلك الطلب المتزايد على المياه بسبب الصناعة والزراعة وتزايد عدد سكان العالم، ونحن نواجه خطر نفاد مصادرنا الحيوية. لكن التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الطبيعة كنموذج يحتذى به، ومعرفة ما قبل التاريخ المستقاة من الثقافات القديمة، تساعد الباحثين في جميع أنحاء العالم على ابتكار أفكار جديدة لحماية مياه الشرب لدينا بشكل مستدام.